موكب للصم والبكم. هذا هو الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. عجاري ولا يمنعني من صابك كلام، انت داري بكل افكاري يا روحي وامامي. بدأ هذا الموكب من اسد قرصان والنوبه صار توسع بيهم، واحد قام يخاطب الثاني واهتموا، صار موكب حسيني. هذا الموكب انبنى هنا، وصلوات على محمد صار لسنتين ينبني في صوره صحيحه. يعني ما عندهم امكانيه دعم من اي دوله من اي محافظه ومن اي شيء، هم امكانيتهم من جيوبهم الخاصه، من جيوبهم الخاصه يطلون واحد يطل الثاني ويجمعونهم ويسوقون ويوزعون للزوار ماي، يوزعون شاي، يوزعون ثلاث وجبات ريوق وغدا وعشاء، والنوبك هاي محتويات حلويات يوزعونها. هذا هو الموكب، موكب الصم والبكم، اللي هو تحت اسم موكب علي السجاد عليه السلام. مجموعة من الشباب سووا هذا الموكب، وحسب ما سمعت انه يوزعون بيه اكل وثلاثة وجبات. يا اخي ترى والله العظيم كوارث، العراقيين كوارث، كل شيء سووا وكل شيء يقدرون عليه. موكب الصم والبكم وناس، يا اخي حتى المريض وحتى البيع اللي يخدم ابو عبد الله الحسين.